أهداب، اتفضلي يا أهداب، هي جاية تلف عجلة الحظ. أهداب السيد، وهنشوف موضوع السؤال إيه. رياضة، تمام. السؤال بـ20 نقطة ولا 30 نقطة؟ 30. دوس على البازر. ريسك عالي جدا. نو ريسك نو فن. بالظبط كده، نو ريسك نو فن. رياضة، والسؤال هو رياضة، من هو أكثر اللاعبين الأجانب حصولا على بطولة السوبر الإفريقي لكرة القدم مع الأهلي المصري حتى عام 2024؟ أربع ألقاب، مش هقول ولا معلومة تانية. يوسف، إجابتك؟ جيلبرتو. جيلبرتو؟ إيه اللي وداك لجيلبرتو؟ هو كان في الجيل الذهبي. هو جيلبرتو كسب 2006 و2007 و2009 وكان قبلهم 2002. إجابة صحيحة، برافو عليك يا يوسف، برافو عليك يا يوسف. سؤال كان صعب جدا. 155 عيلة طاحون، 95 عيلة الليسي، والمباراة حسمت. ألف مبروك لعيلة طاحون، وهارد لك لعيلة الليسي، هارد لك فعلا. هو كان ماتش جميل، كان المباراة متكافئة. ماتش جميل، احنا لينا الشرف ان احنا بجد عيلة ممتازين بجد. السؤال الثالث، كريم القاضي، اتفضل يا كريم. هنشوف كريم القاضي والسؤال الثالث وعجلة الحظ وموضوع السؤال ايه. لفة كاملة يا كريم. سويتش. حلو، يعني انت عارف انك هتجيب سويتش. والله دمك خفيف يا كريم. في الحالة دي عيلة طاحون من حقوقكم تختاروا موضوع السؤال لعيلة الليسي. هم اللي يختاروا. تمام، عيلة الليسي تختاروا. تختاروا ايه؟ معلومات عامة. معلومات عامة. سؤال في المعلومات العامة ب 30 نقطة. مش هنخسر حاجة. معلومات عامة، والسؤال هو من هو الرئيس العربي الراحل الذي دعا إلى سلام الشجعان أثناء خطابه في الأمم المتحدة عام 1988؟ كان في جنيف. سيف، إجابتك؟ ياسر عرفات. ياسر عرفات يا سيف، بـ30 نقطة، إجابة صحيحة، برافو عليك يا سيف. 30 نقطة، النتيجة اتغيرت. 125 عيلة الليسي، 155 عيلة طاحون. محمود سيد، محمود سيد، والسؤال الرابع والأخير، وهنشوف موضوع السؤال إيه. فنون، سؤال في الفنون، سؤال بـ20 نقطة، خدت الجوكر خلاص. 20. آخر سؤال في الحلقة، فنون، والسؤال هو من هو الفنان الراحل الذي قام بدور شيبوب في فيلم عنتر بن شداد بطولة فريد شوقي؟ كوكا، عايدة هلال، نور الدبرداش، وفردوس محمد. تبقى مفاجأة. إجابتك؟ سعيد أبو بكر. سعيد أبو بكر، دي إجابتك ولا إجابة باباك؟ إجابة بابا. طب باباك ما نجاوبش ليه؟ شنو عايز يجاوب؟ يعني قد كده أنت بتحب برنامج العباقرة، كلهم حاسين وعايزينك أنت اللي تاخد النقاط كلها. إحنا جايين برنامج عشان خاطر. السؤال ده ما كانش سهل، وهو ممثل جميل جدا، وإحنا بنسأل على الناس اللي قدموا لنا أعمال جميلة ورحلوا عنا. الله يرحمه. يوسف، سعيد أبو بكر، طبعا إجابة صحيحة. 20 نقطة، النتيجة اتغيرت. 175 عيلة طاحون، 125 عيلة الليسي. عيلة الليسي أديته مباراة جميلة جدا، ولكن
النتيجة اتغيرت من وقت ضربات الجزاء. لعبتوا مباراة جميلة جدا وأنا بحييكوا على أدائكوا في ماتش النهاردة. نحيي كلنا عائلة الليسي. هارد لك يا سيف، أنا عارف إنك زعلان. هقدر الموسم الجاي إن شاء الله بإذن الله، ولكن سيف أفضل لاعب في ماتش النهاردة ب 125 نقطة.